الصغير لرب هديتي، قدمته له مع محبتي. قلبي الصغير لرب هديتي، قدمته له مع محبتي. قلبي الصغير لرب هديتي، قدمته له مع محبتي. قلبي الصغير لرب هديتي، قدمته له مع محبتي. كل حياتي بقيت ملكي ربي، وهو صديقي في كل رحلتي. كل حياتي بقيت ملكي ربي، صديقي في كل رحلتي. قلبي الصغير لرب هديتي، قدمته له مع محبتي. قلبي الصغير لرب اهلا بيكم اصحابي في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم قلبي الصغير. ازيكم يا اصحابي؟ النهارده معانا توفي. النهارده توفي وصوفي هتكون الحلقه الجايه. موضوع الحلقه النهارده مهم جدا، بس قبل ما اقول موضوع ايه خليني اسلم على توفي حبيبي، لانه وحشني قوي قوي قوي. الاسبوع اللي فات ما كانش معانا وكان معانا البوبي اندي. النهارده رجعنا تاني في الجنينه بتاعه توفي وصوفي علشان نصور مع توفي. ازيك يا توفي؟ عامل ايه يا حبيبي؟ انا كويس. صوتك لسه تعبان، انت لسه عيان؟ شويه. الف سلام عليك. رحت المدرسه ولا ما رحتش؟ انا رحت. رحت وانت عيان؟ ماما خلاني. ماما خلتك تروح؟ يا عيني يا حبيبي معلش. طيب انت حاسس ان انت زورك لسه وجعك ولا احسن شويه؟ وجعني قوي. يا عيني يا حبيبي معلش يا توفي. طيب اصحابي في كل مكان وكل بابا وماما بيتفرجوا علينا دلوقتي، موضوع حلقه النهارده هيكون العلاقه بين الاخوات في المنزل. العلاقة بين الاخوات في المنزل. بتعمل ايه يا توفي؟ بتحطي ايدك في بقك ليه؟ يا عيني يا حبيبي معلش يا حبيبي خلاص. طب عشان خاطري شيل ايدك من بقك. شيل ايدك من بقك. اصحابي في كل مكان، العلاقة بين الاخوات في البيت، العلاقة بين الاخ والاخت. الاخ لو ما عندوش اخت او بيكون عنده ابن عم او بنت عمة لازم بيكون بينهم علاقة في البيت. زي هنشوف النهاردة العلاقة بين الاخوات لما الاخوات بيتخانقوا، لما بيحصل بينهم مشاكل. لكن قبل ما نقول هنعمل ايه، او قبل ما نقول موضوع حلقتنا النهاردة، قبل ما نطلع الفاصل مرة تانية يا اصحابي، في واحد عمال يكح ويعطس جنبي ويعمل اصوات غريبة. مالك بس يا توفي؟ عايز اطلع الفاصل. يا خبر ابيض، هو عادني رسمي كده يا اصحابي. يلا بينا النهاردة في الفاصل، هيكون الفاصل مختلف معانا، هيكون في اطفال حلوين. اول فقرة مع يوسف، يلا نشوف علاقة يوسف مع مريم ايه ونرجع لكم مرة تانية. اهلا بيكم اصحابي في كل مكان في فقره معلومه في دقيقه. النهارده معانا حوار مختلف جدا، معانا حاجه كده بسكوتيه، حاجه كده بونبونيه، ان احنا النهارده نكون بنعمل لقاء مع طفل. هو مش طفل، هو طفل بس راجل. اسمه يوسف، انا بحبه جدا، هو صاحبي من زمان خالص يا اصحابي. الحقيقه يوسف كان من زمان نفسه يكون معانا على التي في، وعنده اراءه الشخصيه وعنده حريه مطلقه في الكلام. فانا النهارده يعني كنت انا ويوسف مع بعض، وقال لي انا حابب اكون معاكي على التي في، فممكن انا اخليكم تتعرفوا بيوسف وهو هيعبر عن نفسه كويس قوي. هو شخصيه جميله. ازيك يا يوسف؟ كويس. ممكن تعرف اصحابك، اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا، ممكن تعرفهم بنفسك؟ انت مين وعندك كام سنه والسنه كام كل حاجه؟ انا اسمي يوسف. انا 9 years old. 9 سنين. وانا grade 4 السنة الرابعة. عندك اخوات؟ عندي انا عندي سيستر اسمها مريم. هي اكبر ولا اصغر؟ توينز. انتوا توينز توأم. طب وايه رأيك يا يوسف في قصة ان انتوا توأم؟ تفتكر ان هي لو كانت اصغر هيبقى احسن، ولا لو هي اصغر يبقى اوحش؟ لو هي اصغر تبقى احسن. ليه بقى؟ مثلا انا اقولها هتعمل ايه. ويسمع كلام. انت مش موافق ان هي قدك؟ طب ايه المواقف اللي انت مش بتحبها مع مريم في البيت؟ ايه اللي بيضايقكم من بعض؟ بنتخانق. بتتخانقوا؟ ازاي؟ زي
بنزعق. اديني مواقف كده حصلت حصلت لكم مع بعض كده مش انت مش مبسوط منها. بصي هنا بصي هنا للكاميرا مالكش دعوه دلوقتي بإميلي خالص. إميلي كارين جايين عليهم الدور. اديني موقف كده دايما بيضايقك من مريم مثلا. اديني موقف ده. بتاخد حاجه بتاعتك تلعب بالجيم بتاعك. اديني اشرح لي موقف اكتر موقف ممكن يكون بيضايقك من مريم. لا يا انا بقولها ما تعملش حاجه وبتعملها. زي ايه يعني؟ زي ما انا اقولها ما تمسكش موبايلي او زي او حاجه زي كده بتعملها. وانت في الحاله دي بتعمل ايه؟ بعمل زيها. زي لو هي قالت لي ما اعملش حاجه انا بعملها. اه بتعند يعني هي لو قالت لك حاجه انت بتعمل زيها فيها صح؟ طيب حاجه تانية، امتى بتضطر تروح تقول لماما؟ ايه المواقف بقى اللي انت خلاص بقى بتبقى مش قادر تواجهها مع مريم؟ بصي هنا مالكش دعوه بيهم. ماشي. ايه المواقف اللي انت بتحب ساعتها بتضطر تروح تقول لماما بقى؟ زي ايه اللي عملته مريم فتضطر بقى خلاص مفيش فايده انا لازم اروح اقول لماما؟ اما زي تكسر حاجه بتاعتي اللي انا بحبها قوي. تضربني. مريم بتضربك؟ اه. معقوله؟ احنا على فكره عندنا مواجهه مع مريم وهنسالها. ها هنشوف الموضوع ده صح ولا لا. اوكي مريم بتضربك. طب انت لما مريم بتضربك بتعمل ايه؟ بضربها تاني. بتضربها؟ مفيش عندك اي حل تاني غير انك تضربها؟ اقول ماما بس انا مش بحب اقول. تحب انت تتعامل على طول صح؟ عندك الشخصيه الكفايه صح؟ طب ايه اكتر حاجه حاسس ان هي ممكن تضايق منك ماما في البيت؟ اكتر حاجه بتعملها وبتحس ان انت عارف ان انت لو عملتها ماما هتتضايق منك. ما اسمعش ما اعمل حاجه هي مش بتقول لي اعملها ما اسمعش كلامها. وانت بتبقى عارف ساعتها ان انت ما بتسمعش كلامها وبتعملها ليه بقى؟ عشان انا بزهق. بتزهق. طب 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 انا مش عايزه اقطع يعني كلامك يا يوسف. انا عايزه اشوف علاقتك في المدرسه باصحابك. انت بتحب المدرسه؟ لا ما بتحبش المدرسه. ليه بقى؟ عشان بس بتزهق. بتحب المدرسه بتاعتك او المدرس بتاعك؟ صح. بتعمل اي مشاكل في الفصل؟ تتخانق مع حد؟ لا. بتحب كل اصحابك؟ عندك اي اعتراض على اي حاجه في المدرسه؟ ما متضايق من حاجه في المدرسه؟ في حاجه مش عاجباك في المدرسه عايز نصلحها؟ لا. طيب المدرسه الجديده احلى ولا المدرسه القديمه؟ جديده. احلى في ايه؟ كل حاجه. كل حاجه. يوسف انا عارفه ان انت شخصيتك غير كده فاحنا عايزين يوسف بقى يتكلم بشخصيته المطلقه مش عايزين يوسف بقى. حابب تتكلم تعبر عن نفسك تقول ايه؟ عايز تطلع ايه في المستقبل؟ احلامك؟ بتتمنى ايه؟ فكر كده اسرح كده وفكر وقول. يوسف نفسه يطلع ايه لما يكبر؟ انا عايز ابقى لما انا اكبر عايز ابقى العب كورة. ده كده يعني ده لعب الكورة ده الرياضة اللعب. انا بتكلم تطلع ايه؟ دكتور مهندس ظابط؟ ظابط. هتقبض على المجرمين؟ Are you sure? طب انت لو لقيت وانت ظابط دلوقتي انت ماشي في السوبر ماركت ولقيت واحده بتسرق بعدين قاعده بتاخد حاجات وبعد كده انت رحت مسكتها عشان تقبض عليها بعد كده وانت قالت لك انا مش لاقيه اكل ااكل عيالي فبسرق الاكل عشان ااكل عيالي هتعمل ايه؟ يعني اضطرت تسرق مش عشان هي وحشه وشريره وحراميه هي اضطرت تسرق عشان عايزه تاكل ولادها. ممكن تتصرف في الموقف ده ازاي؟ ممكن تقبض عليها ولا هتعمل ايه؟ يلا قولي. ممكن بس اقولها انتي لازم تسالي الناس اللي قدام اللي بيشتغلوا هنا. ولو هم قالوا لا ما ينفعش هم قالوا ممكن خلاص. يعني انت شايف ان هي لازم تستاذن ان ممكن يكون عندهم اكل زياده يدهولها ببلاش. صح كده؟ بس هتقبض عليها ولا لا؟ لو هي زي كانت بتعملها عشان حاجه وحشه بس لو هي بس كانت جعانة وعيالها جعانة وحاجات زي كده لا. يوسف انا مبسوطة جدا بالحوار بتاعك وهيبقى لينا لقاءات تانية كتير. اوكي ماشي. طيب انت بتتفرج على صوفي وتوفي ولا مشوفتهمش لسه؟ طب ممكن النهاردة تتفرج عليهم هيكونوا معانا في الحلقة. اوكي
يلا تقول لصحابك باي باي. باي باي. ورجعنا لكم يا أصحابي مرة تانية بعد الفاصل. النهاردة كان معانا يوسف. يوسف كان حواره جميل جدا. طبعا يوسف ما بيتخانقش مع مريم خالص زي ما توفي كده ما بيتخانقش مع صوفي خالص، صح يا توفي؟ لا مش صح. ليه؟ عشان هي بتنرفز. بتعمل فيك ايه بقى؟ هي بتبتدي خناقه وبعد كده اما انا بضربها ماما بتزعل مني. طبعا لان مفيش اخوات بيتخانقوا في البيت. لا لا ايه؟ لا يعني ايه؟ لا برضه عشان هي بتنرفزني. مفيش حاجه لازم اضربها. مفيش ضرب اخوات في البيت. مفيش اخوات، في ماما وبابا موجودين. هي كمان بتضربني. هي ما بتضربش، البنات ما بتعرفش تضرب الولاد. لا هي برضه بتضربني وبتشد شعري كمان. انا هشوف معها في الحلقه الجايه، هي هتكون معانا لان هنكمل الحلقه الجايه بنفس الموضوع عشان نشوف صوفي هتقول عليك ايه. انت كمان زي ما دلوقتي هيكون عندنا فاصل وهنشوف مريم اخت يوسف اللي كان معانا دلوقتي هتقول ايه عن علاقتها بيوسف. يلا نشوف مريم ونرجع لكم مره ثانيه. معانا كمان صاحبه جميله جدا مريومه. مريومه صاحبتي من زمان، اول مره تطلع معايا واول مره هنتكلم مع بعض. بس الحقيقه انا قبل مريم كنت معايا اخوها التوأم يوسف، فانا عايزه مريم الاول تعرفنا بنفسها بعد كده نتكلم عن علاقتها باخوها يوسف. اسمك مريم. عندك كم سنه؟ How old are you? 9. مريومة انت جريد كام؟ 4. سنه رابعه. عندك اخ توينز؟ no. اخوكي توينز توأم يوسف. قولي لي بقى، هو دلوقتي يوسف لما جه قعد معايا يعني هو اعترف ان انتوا ساعات بتتخانقوا في البيت، ده حقيقي؟ اه. تعملي ايه بقى؟ ايه التصرف اللي بتتصرفيه مع يوسف؟ انا عارفه يوسف شقي شويه ولا مش شقي؟ شقي قوي 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 على نص نص. لا قولي الحقيقه، ما حدش شايفنا. ساعات نص نص بس ساعات قوي. احنا هنعلي صوتنا. طب انت لما بيضايقك بتعملي ايه؟ نعم. لما بيضايقك بتعملي ايه؟ تروحي، بس انا هدي لك اختيارات، تروحي لماما تتصرفي انت معاه من نفسك. اتصرف انا مع نفسي. تعملي ايه؟ تعملي ايه معاه؟ قولي لي احكي لي. خلص عليا بقى. باجي اضربه. تضربيه؟ يا خبر ابيض. انت تقدري على يوسف؟ ساعات. مين اقوى؟ يوسف هو اقوى؟ يبقى ما تضربيهوش بقى. هو اقوى بشويه عشان هو اقوى بشويه. بس امتى بقى بتروحي لماما وبتلجئي لماما؟ امتى الموقف اللي هنروح فيه لبابا وماما بقى واقول لهم اتدخلوا انا مش قادره على يوسف خلاص، يوسف تعبني بقى ومش قادره خلاص. يلا. ساعات ماما بيضربني. بيضربك ضربه جامده، تعملي ايه؟ اروح اجري ماما. وماما بتعمل ايه بقى؟ تاخد موبايله. تاخد موبايله بتعمله بانشمنت. بس ماما ما بتضربوش، ماما بتعاقبه صح؟ وانت مبسوطه من العقاب بتاعها اللي بتعملوه مع يوسف ولا حاسه ان هو يستاهل عقاب اكتر؟ اكتر. اكتر؟ لا احنا لازم نتسامح. لا حبيبنا اخونا في الاخر ملناش غير. لما يوسف بيعيا بيبقى سك مش بتبقي زعلانه؟ نو نو نو. طب ممكن توعدينا كده ان احنا مش هنضرب بعض تاني؟ نو. هتضربي؟ لا احنا مش هنضرب بعض تاني. اي حاجه تحصل لازم نروح نقول لبابا وماما. بياخد لعبك؟ بتاخدي لعبه؟ يبقى مين اللي بيغلس؟ يوسف. ولا هناخد لعبنا، كل واحد له لعبه. اخر سؤال، عايزه تطلعي ايه في المستقبل؟ في الفيوتشر؟ ساينتست. ساينتست. بتعملوا ايه بقى؟ الساينتست بيعملوا ايه؟ ميك نيو انفنشنز. وايه كمان؟ ليرن اباوت ذا وورلد. بيتعلموا على العالم. انت عارفه ان الساينتست دي حاجه صعبه؟ انت قدها وقدود؟ لازم تكوني درجاتك حلوه وبتجيبي جريد حلوه. انت بتجيبي جريد حلوه؟ بجيب ايز ان بيز. حلوه قوي. مش عايزين بيز، عايزين على طول ايه؟ بروميس. بروميس خلاص. اكتر صاحبه ليكي؟ اكتر صاحبه ليكي يور بيست فريند جانا. بس بس. وكارين. وكارين وايميلي. وايميلي. وايه كمان؟ وكريس. وكريس. طيب ويوسف؟ نو نو يوسف. مريومة انا مبسوطه قوي ان احنا النهارده بنتكلم مع بعض. عارفه مين بيتفرج علينا كمان؟ تيتا وجدو. تحبي تقولي لهم ايه؟ تيتا وجدو تعالوا. تعالوا. علي صوتك مش سامعين، قوليها بصوت عالي. تعالوا قولي لهم وحشتوني.
هاي هاي. مريومة بتقول لتيتا وجدو وحشتوني وتعالوا، وانا ومريومة مبسوطين ان احنا مع بعض النهاردة في حلقة من برنامج قلبي صغير. نشوفكم في حلقة جديدة اصحابي، ومريومة بتقول لكم ايه؟ قولي باي باي. ورجعنا لكم يا اصحابي مره تانية بعد لقائنا مع مريم اختي يوسف، وطبعا زي ما شايفين برضو مريم هاديه جدا وبتسمع الكلام وبتحل مشاكلها مع ماما، مش زي توفي اللي قاعد في وقت الفصل عم هو سامع يوسف بيتكلم لي وانا بعمل كده وانا بعمل كده وانا بتعمل ايه يا توفي؟ بتعمل ايه في اختك؟ بس هي كمان كانت بتضربه، هي بتضربه من تحت لتحت وكانت بتعترف. يعني انا بعمل كده برضو. ما ما ينفعش الاخوات يضربوا بعض. ليه كده؟ ما ينفعش. تضربني انا لازم ادافع عن نفسي. لازم تدافع عن نفسك. وفين ماما وفين بابا؟ لا ماما وبابا عشان هم هيعملوا لنا بانش. هيعملوا لكم بانش؟ هيعملوا لكم بانش ازاي؟ هيخلونا نقعد في اوضتنا ويقفلوا الباب. لازم يعملوا لكم، لازم ياخدوا منكم الجيمز عشان فيش اخوات بيضربوا لا. بعض. ياخدوا الجيمز ازاي؟ مفيش اخوات يضربوا بعض، ما ينفعش الاخوات يضربوا بعض. لا. بابا وماما موجودين عشان يحلوا المشاكل اللي ما بينكم. اصحابي العلاقه بين الاخوات بتصنف تحت اطار العلاقات الاسريه، يعني العلاقه بين الاخوات دي حاجه تحت الاسره، يعني بيحكمها بابا وماما وساعات الجد والجده، فدي علاقه من العلاقات الاسريه. يوه عطستني يا ربي، انا تعديت خلاص. طيب لكن في بعض الاخوات يا اصحابي ما بيكونش في بينهم علاقه كويسه، وبيتخانقوا مع بعض كتير، وبيتجادلوا مع بعض كتير، وبيتشكسوا مع بعض كتير، بيغلسوا على بعض كتير، لكن بيكون السبب ان في علاقة توتر بين الاخ والاخت. تعالوا بينا يا اصحابي بعد الفصل اللي جاي ده مع ايميلي الصغننة واخوها الصغير، نشوف ايميلي واخوها ونرجع لكم مرة تانية علشان نشوف ايه السبب في التوتر او في المشكلة اللي بتكون بين الاخوات. اهلا بكم اصحابي، رجعنا لكم مره تانية مع ايميلي. ايميلي صاحبه البرنامج، ومعانا اخوها كريس، هو لسه صغنن بس احنا هنجيبه يقعد معانا عشان لازم هيقول لنا كلمتين. ازيك يا ايميلي؟ حلوه. حلوه ولا كويسه؟ كويسه. كويسه ولا حلوه؟ كويسه. اختاري واحده. كويسه. كويسه اخر كلام. طيب ايميلي انت كنت بتتفرجي على برنامج قلبي الصغير، وبتتفرجي على طنط انجي من زمان مش كده؟ ودايما تقولي انا عايزه اطلع في التي في. انت النهارده على تي في تحبي تقولي ايه؟ انت قولي مبسوطه زعلانه، ايه شعورك؟ مبسوطه قوي. اول مره. اول مره؟ اول مره خالص؟ اول مره على تي في. اول مره على تي في. طب هتيجي معايا تاني؟ طيب ايميلي انا عايزاكي تكلميني عن نفسك، عندك كام سنه وبتروحي سنه كلاس جريد كام؟ انا في فيرست جريد، وانا بحب السكول بتاعتي. اسم السكول ايه؟ بلاش مش مهم. طب ايميلي عندك كم سنه؟ 7. عندك اخ اسمه كريس. كلميني عن احساسك لما ماما كانت حامل وهتجيب بيبي، كنت حاسه بايه؟ انا كنت حاسه كريس مش الولد، انا كنت حاسه I wasn't gonna be good مع ولد، عشان انا كنت عايزه بنت قوي. كان نفسك في بنت؟ عشان عندي زي سيستر كده. كان عندك سيستر لعبه؟ نعم. امال كنت عايزه تبقي عندك سيستر؟ لما جه كريس بقى حسيتي بايه؟ حسيت حلو. حبيتيه؟ حبيت. مع انه عمال يعكس فيك اهو. قولي له تعالى اقعد جنبي. تقعد جنب ايميلي. بصي ايميلي بنت حلوه متعاونه مع اخوها، بتساعد ماما في كل حاجه صح؟ صح. قولي لي بقى بتساعدي ماما في البيت في ايه؟ يلا. وان هي بتلم، انا بلم شويه مع اختي. بصي للكاميرا. ايوه بتساعدي في تنظيف الاوضه مع ماما. وايه كمان؟ ما بتوسخيش الارض باللعب يعني خالص؟ لا ما تبصيش يا ماما. لا بوسخ. بصي هنا. ايوه قولي الحقيقه. ايوه بتوسخيها صح؟ وبعدين بتعملي ايه؟ بس بتلميها تاني؟ لا ما تبصيش لماما، ماليش دعوه، انا عايزك انتي بنلمها بعدين بسيبها، لمها بعدين بسيبها. وبعدين طيب. طب قولي لي كريس بيعمل ايه في اللعب بتاعتك؟ هو عمال يعكس. بيكسرهم. كسر اللعب؟ مره عيطتي منه؟ عشان كسر اللعبة؟ ضربتيه؟ وبعدين رحتي قلتي لماما انك ضربتيه ولا خبيتيه؟ انا قلت ماما. ماما قالت لك ايه؟ زعلانه؟
كانت زعلانه منك ولا صالحتك على هي كده؟ هي بصت عليني وبعدين بعدين انا شقي كريس ها شقي ها شقي قوي صح. بيعرف يقول كلمات ايه؟ قولي لي بيعرف يقول مام مام لبن. بيعرف يقول اسمك؟ لا. لما بينادي عليكي بيقول ايه؟ بيعرف يقول باي باي وهو بيقول كانن كانن بدل كارن. مين كارن؟ بس بتاعتي الكازن بتاعتك بتحبيها؟ بتحبي مين كمان؟ مين مين تاني مع كارن بتحبيها؟ مريم. مريم صحابك ويوسف. او ماي جاد يوسف كان معانا دلوقتي وبعدين هتيجي معانا مريم وهتيجي معانا كارن. تحبي تقول لهم ايه؟ انا بحب اقولهم انا بحبهم قوي. مش عايزه هم اروح السكول التاني عشان اقربوا. يعني انت عايزه تبقي معاهم في نفس السكول؟ اه. طيب هتروحي معاهم في نفس السكول. ايميلي عايزه لما تكبري تبقي دكتوره ولا مهندسه ولا ايه؟ لا I'm gonna be a singing teacher. هتبقي بتغني؟ مدرسة موسيقى؟ I'm gonna teach people how to sing. طب وريني كده how to sing. teach me. You just have to blend your voice. ماليش دعوة teach me دلوقتي انا بعرفش اغني انت لازم تعلميني. You always have a heart inside of you. اوكي كملي مالكيش دعوة بأي حد. ها. لا ما انا ما اتعلمتهاش. I'm still practicing. اوكي practicing with me. I don't know what to say. قولي حاجة تانية علميها. True love, I knew I had a true love, but we'll get it back and never let it go again. برافو. انت عارفة صوتك حلو؟ لا. ما حدش قالك؟ لا ولا حد. انا بقول مامتي انا مش بغني حلو. انت بتغني حلو قوي على فكرة. اخر حاجة بقى قبل ما نخلص عشان احنا اتحرينا صح؟ اتحرتي؟ امس لا. انت مش حرانة؟ طب انا حرانة. قولي لي انت لابسة ايه النهاردة؟ فستان. وده ايه ده؟ هات بنت بتاع جوجو. ده ايه ده بتاع ايه ده؟ جوجو. مين جوجو دي عشان انا ما اعرفش. She's a famous youtuber. اه طب البسيها كده وريني. الله. طب عندي الشوز بتاعتك دي قطة؟ اه قطة. ممكن تديهاني؟ مش هتيجي بقاسي. تضحكي؟ تحبي تقولي لبابا وماما ايه قبل ما نقفل؟ ها. I love you family. قولي باي باي بقى. باي. شفتي يا توفي الثقة اللي ايميلي بتتكلم بيها؟ ايميلي صغيرة عندها 7 سنين بس تحس انها بتتكلم كأنها مدموزيل كبيرة وكأنها انسة جميلة عندها ثقة بنفسها وعارفة هي بتقول ايه. ويمكن كمان لفت نظري ان هي بتساعد مامتها وبتساعد باباها انها بتلم اللعب من الاوضة وبتعمل كل حاجة صح؟ اه. زي ما انت كمان بعمل كده. بتعمل ايه؟ ما توسخش الارض صح؟ اه طبعا. لا بوسخها بس بعد ما اوسخها ماما بتخليني المها. طب وتوسخها ليه اصلا لما انت هتلمها؟ عشان انا لازم العب واما اجي العب باللعب لازم اوسخ الارض. لا مش لازم نوسخ ممكن نلعب من غير ما نوسخ. ازاي ده كده؟ عشان احنا ولاد مؤدبين ومش بنضايق ماما ومش بنعمل اي حاجات في الارض ونوسخ البيت صح. اسباب المشاكل اللي بتكون بين الاخوات بيكون بعض الاطفال يا اصحابي بيفتكروا ان الاب والام بيحب اخ اكتر من اخ او اخ اكتر من اخت او بيميلوا لطرف من الاثنين. ده ساعات كبير كتير بيبان في تصرفات الاخوات من بعض ان واحد فيهم بيفتكر ان اخوه او اخته مفضل عن بابا ومامته اكتر من التاني. بيعمل شعور بالغيرة بيخليهم يغيروا من بعض وكمان بينعكس على تصرفاتهم. كمان ساعات في بعض الاطفال بيفتكروا ان اخوه او اخته مميزين او عندهم صفات او عندهم حاجات احسن من الاخ التاني متميزين بيها. زي اخ بيلعب رياضة اخ ما بيعرفش يلعب رياضة. اخ بيغني وصوته حلو والاخ التاني صوته مش حلو. بيعمل بينهم غيرة. الغيرة دي بتنعكس على تصرفاتهم في البيت. اصحابي في كل مكان عندنا فاصل ثالث مع كارين. يلا بينا نشوف كارين النهاردة. مادموزيل كارين هتكون معنا في الفاصل. يعني ايه مادموزيل؟ انيسة يا توفي. جميلة كارين تعرفها؟ انا ما اعرفش يعني ايه انيسة. يعني بنوتة حلوة كده جميلة. أوه. زي توفي. انت بتتكلمي بالصيني؟ بتكلم بالمصري. اصحابي انت ايه حكايتك النهارده؟ العيا مأثر عليك ولا ايه؟ اصحابي في كل مكان هنشوف كارين ونرجع لكم مره ثانيه. اصحابي في كل مكان انا النهارده معايا كارين. كارين مش اول مره تطلع معايا في برنامج. كارين وهي صغيره قد كده يا اصحابي كانت معايا من اول ما بدات برامج الاطفال. عندها خبره حلوه تعرف تتكلم ولبقه جدا
ومادموازيل كبيره كده. كارين عندك كام سنه؟ 10. لا علي صوتك، عماله اقول بقى مذيعه كبيره بقى. او عندك كام سنه؟ 10. 10 سنين؟ yeah. ممكن نتكلم عربي شويه؟ اوكي. اوكي كارين، انت كنتي صغيره قوي لما طلعتي معايا زمان، فاكره حاجه؟ فاكره ايه؟ لا كنت لا كأن انت كنت بتقول لنا نيجي وبنغني ونعمل حاجات مع بعض. الكلام ده من زمان قوي، بس احنا دلوقتي بقينا كبار. سنه كام يا كارين؟ 5. 5؟ اوكي. كارين عارفه ان انت مش شقيه خالص، وعارفه ان انت بتعملي رياضه سبورتس. كلمينا على السبورتس اللي انت بتلعبيها. انا بلعب باليه. واللي حصل في ايدك ده من الباليه؟ لا. ايه اللي حصل؟ كنت عندي بقى زبلك فيها ميه ونقيت عليها. وسلبت. وايدي كانت اتجزعت اتعملت. وجعتك؟ ولا انت قويه ما عيطتيش؟ انا ما عيطتش بس وجعت. صريحه كارين صح؟ كارين عايزه تطلعي ايه لما تكبر؟ دكتوره. قلت ايه؟ تخصص ايه؟ اطفال، كبار، قلب، ودان، ايه؟ اي حاجه، كل حاجه. لا حاولي تفكري، انت عارفه الدكاتره بيشوفوا حاجات كتير صعبه. البون دكتور. ايه بون؟ عظم؟ اوكي عايزه تطلع دكتوره عظام. كارين، طيب كارين عندي سؤال مهم جدا وبحب اساله دايما لكل صحابي. علاقتنا في البيت مع ماما واخواتي، بنسمع الكلام، ممكن نتكلم شويه عن نفسنا وحياتنا في البيت مع ماما واخواتي؟ بساعد ماما مش بنسى. احكي لي بقى. مش بساعد ماما كل مره بس شويه صغيره. زي ايه اللي تعرفي تعمليه في البيت تساعدي بيه ماما؟ بعرف. تعرفي تغسلي مواعين؟ بجد؟ تعرفي تنضفي اوضتك؟ اه. هل انت من النوع اللي بتعملي مسح في الاوضه وبتوقعي اللعب وكده؟ نعم. انت بتحبي العب حاجات بالعرايس؟ نعم. بتحبي ايه؟ اتفرج على ايه؟ على ايه؟ كمبيوتر. طيب الكمبيوتر بنفتحه وقت المذاكره؟ ولا انا مش عايزه. لا ما بنضحكش، احنا بنقول الصراحه. برنامج الصراحه. ماما بتزعق؟ وبتسمعي الكلام ولا بتكملي صراحه؟ بكمل. بتكملي. وبعدين؟ وبعدين ماما بتقول اقفلي يا كارين الكمبيوتر. بعدين بقى شويه اقفل. بتقفلي بتكوني خلصتي الهومورك؟ قولي الصراحه، احنا برنامج الصراحه. sometimes yeah. صح. Sometimes. طب ولما بنخلصش الهومورك بنعمله امتى بقى؟ بالليل قوي. بالليل قوي يعني احنا كده ممكن نقعد على الكمبيوتر. طب ممكن تنصحي اصحابنا اللي بيعملوا ده تقولي لهم ايه؟ يعملوا زيك ولا يغيروا اللي انت بتعمليه؟ يغيروا ويسمعوا كلام مامتك وباباكم. وانت هتسمعي الكلام بقى؟ ماشي. ما ينفعش ننصح بحاجه واحنا ما بنعملهاش. كارين هتغني لي انجلش؟ انجلش. 1 2 3 4. ده ايه ده؟ دي اغنيه؟ ده انت كده بتقولي النمبرز. انا عارف A B C D. لا دي بتاعت البيبي. حكي عليا يا كارين. اوكي. ده انت تقولي يا كارين. اوكي انا عارف. بيبي شاك تو 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 بيبي شاك تو 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 بيبي مامي شاك تو 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 مامي شاك تو تو مامي شاك. بس كده؟ في تاني بس. انت بتتفرجي عليا؟ على البرنامج؟ ايه رايك فيه؟ مين بتشوفي حاجه من الفقرات؟ يعني فقرات ايه الحاجات اللي بتتحط في البرنامج؟ في عرايس كده. صوفي وتوفي. مين بتحبيها اكتر؟ توفي. ليه؟ توفي ده الولد. ما انا عارفه. بتحبيه اكتر؟ اه عشان بيعمل حاجات وحشه كتير. عشان هو فيري فاني. فيري فاني. طب ايه اكتر فقره عملها توفي عجبتك؟ مش كان اخذ الكاندي من اخته؟ اخذ الكاندي من اخته صح؟ ده هو جاب وحش في الريبورت كارد. جاب ريبورت كارد درجات وحشه صح؟ مثلا. وكان هيخبي على ماما بس قال لها بقى. انت لو في الموقف ده تعملي ايه؟ انا عارفه ان انت هتطلعي دكتوره واكيد بتجيبي الدرجات النهائيه صح؟ بس لو انت درجتك بقت وحشه في ماده كده وتقولي لماما ولا لبابا؟ بس بابا لو عارف هيزعل اكتر ولا ماما؟ مش عارفه. انت هتحسي مين فيهم بيزعل اكتر؟ ماما. ماما. طب احنا مش هنزعل ماما صح؟ درجاتنا هتبقى حلوه. انت انا عارفه ان انت بتجيبي الايه صح؟ بنقل عن الايه كله ايه خلاص.
كارين يا اصحابي هنشوفها في حلقه تانية هتكلمنا اكتر على الدرجات، وهنشوفها بعد ما ايديها تتفك. على فكره هي ما كانتش غلطتها خالص، صح؟ دي حاجه حصلت كده، بس هي بتقول انا مبسوطه ومرتاحه من الكتابه، صح كده؟ عايزه تقولي ايه للبرنامج قبل ما نقفل؟ Listen to your mom and dad. اسمعوا كلام بابا وماما، اوكي؟ واخواتنا الكبار نسمع كلامهم كمان، صح؟ Don't fight with your sister and brother. ما تتخانقوش مع بابا وماما. حاجه كمان؟ Sister and brother. وسيستر برو اخواتكم. على فكره الحلقه دي موضوعها هو اللي بتقوله كارين، علاقه الاخوات ببعض دي هنعملها، وهتكون دي موضوع الحلقه اللي احنا بنسجل قبل الحلقه، ونشوف كارين في حلقه تانية ونقول لكم ايه. باي. ورجعنا لكم يا اصحابي مره تانية بعد ما شفنا كارين وكلمنا معاها، وكان لقاء جميل جدا بكارين. ثانك يو يا كارين، دي مش اول مره تكوني معايا، وانا مبسوطه جدا بوجودك معايا. ثانك يو كمان، بشكر بابا وماما، وبشكر كل الامهات اللي كانوا بيساعدونا في التصوير، هم الحقيقه غاليين على قلبي، وكانوا بيشجعوا جدا ان احنا ناخد اللقاءات دي. توفي نعم. انا عندي حل للمشاكل، كل المشاكل اللي قلناها في الجزء الاول قبل الفاصل، تحب تسمعها؟ ومنها مثلا بعض المشاكل، لو اي حاجه في الحلول دي حاسس انها زيك انت وتوفي وقفني وقولي على طول، خلاص. اول حاجه يا اصحابي بنقدر نحل فيها، لو حد من الطفلين الاخين بيغيروا من بعض لانه حاسس ان حد عنده موهبه احسن من التاني، يعني مثلا عندي اخ صوته حلو اخ صوته مش حلو، في الحالة دي لازم الاب والام يدوروا ايه الموهبة اللي موجودة في الاخ التاني او الاخت التانية وينموها. زي مثلا توفي بتحب تعمل ايه في البيت؟ مش عارف، بتحب تلعب بشعرها وتحني. وانت بتحب تعمل ايه؟ لا انا بلعب بالكرة بره في الباك يارد. طب يبقى انت بتروح تلعب تمرين كرة ولا لا؟ تتمرن. وهي بتعمل ايه؟ هي بتقعد تغني. هي بتقعد تغني، بيودوها تتمرن مع مدرب؟ لا. يبقى في الحالة دي لازم بابا وماما ينموا الموهبة عند توفي، عند صوفي، علشان توفي اوريدي بيروح يتمرن، فهي كمان لازم تروح تتمرن. هي بتعمل باليه. طب حلو قوي، يبقى هي كمان عندها رياضه. يبقى في الحاله دي زي ما الاب والام بيهتموا بتنميه قدره احد الاطفال، لازم ينموا القدره عند الطفل الثاني. الحل الثاني ان الاب والام لازم يعملوا اجتماعات عائليه، يعني ايه؟ يتجمع البابا والماما والاخ والاخت، يقعدوا ياكلوا مع بعض على السفره، يقعدوا مع بعض في الليفينج روم يتكلموا، مش كل واحد بقى يمسك تليفونه ويمسك موبايله ومشغول على الثاني. لازم يكون في حوار، لازم يكون في كلام، لازم يكون في فتره في الوقت للاب والام مع الاطفال. ده كان موضوعنا النهارده يا اصحابي في الحلقه النهارده. لينا جزء تاني الحلقه الجايه، هيكون مع توفي علشان نشوف توفي سوري مع صوفي، علشان نشوف صوفي هتشتكي ايه من توفي، ويا ترى توفي بيعمل معها ايه. هو كمان تعمل معاها حاجه؟ لا. طب عايز تقولي ايه لاصحابي قبل ما نخلص الحلقه؟ عايزه اقول ان لو اختك بتزعلك لازم تقول لماما وبابا عشان هما يعملوا لها بانش. برافو. وانت ما تتصرفش من نفسك. صح كده. طبعا هو نفسه استفاد، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا اصحابي في كل مكان. انا على استعداد للتواصل معاكم من خلال صفحه قلبي الصغير، عندنا 2 صفحه، وكمان عندنا ايميل القناه، وعندنا كمان تليفون القناه. شكرا لمشاهدتكم، شكرا لمتابعتكم، يا رب موضوع الحلقه يكون عجبكم. اشوفكم في حلقه جديده، الى اللقاء الاسبوع الجاي في نفس الميعاد مع قلبي الصغير انجي صوفي توفي. باي باي. قلبي الصغير لرب هديتي، قدمته له معاه محبتي. قلبي الصغير لرب هديتي، قدمته